السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم فيديو شيق وممتع. مجموعه ديال الناس كيف ما كتعلموا القناه ديالنا اللي قناه هي تجاريه، كتخص الملابس، كتخص الاسواق التجاريه، الناس اللي باغيين الجمله والتقسيط. اليوم جيتكم بواحد السوق كلكم كتعرفوه، سوق كراج علال. كتسبق ولحت واحد الفيديو قبل اللي عطى واحد الاقبال وواحد التفاعل مع المتابعين ديالنا، ولكن بزاف ديال الناس هضروا معايا وقالوا لي اخويا عبد الواحد جيب لنا التفاصيل الصغيره على كراج علال، القصاريات اللي كاينين تماك، الشوارع، الازقه، الاسماء ديالهم. هذا هو اللي جبت لكم اليوم من واحد لا فيديو الاخوان بحثت عليه وقلبت عليه. الفيديو ماشي ديالي، الفيديو ديال الصديق ديالنا الاخ المهدي الله يجازيه بخير، دار واحد الدوره شامله. انا شنو درت؟ شديت هذا الفيديو بسطت لكم الامور، هو كيهضر بالدارجه العاديه وانا كنكتب لكم التفاصيل كامله تحت من لا فيديو، الاسم ديال القصاريات، الاماكن ديال الملابس الداخليه ديال النساء او الداخليه ديال الرجال، السبادريات، حوايج الرجاله، الجينات، كل شيء اللي كيتباع بالجمله وما عارفينش فين غتمشيو ليهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، تبعوه حتى الاخر ودعيو مع صاحب هذا الفيديو هذا باش نكونوا واضحين الاخوان. انا كنحاول نبحث مزيان، واخا كنلقاو شي فيديوهات اللي ما عندهمش واحد الاقبال واحد التفاعل، ولكن كنحاول نجيب لكم اجزاء من الفيديوهات اللي هما مهمه باش تعرفوا جميع التفاصيل اللي خاصاكم واللي كتبحثوا عليها. وهذا هو الفيديو ديالكم اليوم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوناش من اللي لايك، والناس اللي يلاه التحقوا بنا على القناه يتابونوا عندنا في القناه. اللي غنقول لكم الاخوان فرجه ممتعه وتحياتي لكم. بلاصه ديال متخصصين الناس غير بالجينات بالجمله. شوف معايا قاني جات سلاوة الجين، انا تامو الجينات بالجمله. المحال انا مريت التليفون ديالو هايايا. خصني لكم معلومات اخوتي باش كاع الاخوان اللي بغا شي حاجه يجي هنايا. ها 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 التواب هنا يعتبر شي حاجة آخر مكان في التواب، صورها لكم دبر عمر في التواب، كذلك صورها لكم تا كراج علال هنايا 16 في الجملة. هما حلاش متعلقين بليبان تقاصر، عندهم تقاصر، عندهم كيفاش تمشي في الجملة. أنا ما كيبيعش بياسة على زوج، كيبيع الجملة السراوي تا همايا. كيجاوب تا همايا كاد المحل تيما كيجاوب. هادو واخا حاطين في الأرض راه كيبيعو الجملة، كتبيعو الجملة أخويا تا هما ياك، تا هما كيبيعو الجملة. صحة في الأدلة كبيرة الجملة، بالنسبة للتقاصر شنو هما عندهم السلعة ديال الصيف، عندهم السلعة ديال الشتا، عندهم كلشي، عندهم مازال الموديلات الداخل،
اثنين ها نتوما هو ثانينا دمو هذيك الجمله اللحم هذاك 40 40 وكاين اللي بلا حقيقه هو 30 30 هذا هو ديال الحقيقه انت راه فايت ما تمشي لي مرات التليفون ها هو عطاني التليجرام ها هو عطاني السيد مرات التليفون ديالو ان شاء الله راكم غادي نتواصلوا معاه باش ما عنده جديد شوفوا ان شاء الله الله يسخى الامور انا غادي ندير هذايا اللي كيبيع التقاشر كيبيع ملابس الداخليه كامله بالجمع نديروها لكم غير السلعه ديالو باش نشوف لكم النمره نتوما اش كيبيع الله يسخى الامور خو شوف هادو معاك شي واحد من طرف المدينة هو انا الله يسخى الناس كتسوى على مايوات بالجمعة مايوات بالدرياج بالجمعة هانتوما خرجو لنا حاجة خصها سوا فالملابس الداخلية ديال الجمعة سالي ما عندكمش نمرة التليفون تليجرام ولا شي حاجة والو والو انت ديرو زاك الشي معلم مزيان الله يسخر اخوتي باش تعرفو هنا ما كنبغيش ندير لكم كاع المحلات ولا كاين غير فيهم اللي ما كيبغيش يعطيك النمرة ديالو ما عرفتش علاش شي كامل اخوتي راه بالجيب هاي مكينة ظاهرة هاي شيء مكينة أسرع المحل لا شو بخوتي الموديل اللي تلقاو على المحل ما تلقاوش على المحل كل واحد السلعة ديالو كل واحد الموديل ديالو ملابس أطفال ديال البنات الصغار بالجملة فهمتوا معايا الله يطلع رازق هاد الشمل نعطيكم الناس كتقلب عليها وتا راه كاينة هانتوما كاين تكاشر كاين جلالب اتمينة لوناسي ملابس الداخلية تا هما بالجملة هانتوما بيجامات اخر ما كاين ندير البنات الصغار تا هما الموديلات كاينة كتاع الملابس الداخلية تا هما المهم هاد السوق هذا كيما قلت لكم راه متخصص غير في الملابس الداخلية في التواب في البيجامات في التقاش داكشي كامل غتلقاوه في البلاصة هي زنقة الشمال ما حالة باش غاتقول اصلا البيجامات عندك كبيرين يعني البيجامات ما تقاومش على شي واحد ما تقاومش بعد هاد المحال هذا بالضبط هانتوما سي لوغون هيا هاوتا الملابس الداخلية تا هو بالجملة ملابس الداخلية كذلك الشوميز دو نوي وشات سيلا شو السيرة معك كمان من تما؟ هادو معاك هو الناس ما لقيناش معاك كنبيعو كنديرو فيها غير هادشي ديال البيع والشراء كنصورو لهم ونوريهم النمرة التليفون ديال المحل راه يدورو معاك الناس يقطعو موديلات يتقداو معانا ماما هاد المحل راه عندو لي شوميز دنوي عندو الملابس الداخلية كاملة ديال النساء السلام غادي نوفي لكم النمرة ديالو بس واحد يضرب شي دوار الداخل ان شاء الله فهمتي ماشي انا زوينو
شي حاجه هكذا صار بغيت توكل على الله، راني مريت التليفون ديالو انا غنخليها لكم. تعلق في الملابس الداخليه ديال النساء انتم اخوتي. بالنسبه للشميز دانوي، بالنسبه للرقم التليفون ديالو اللي هو هذا 06-16-88-29-29، دو النمره ديالو وغنخليكم اخوتي. الله يعاونكم، الله يسهل اخويا، الله يجيب شي سهل، الله يحفظ اخويا. هذا زوين شفتي انت هذا صح. المهم هنايا راه بالضبط هذا شارع محمد السادس، بالضبط عقلوا عليها شارع محمد السادس، كاين البريريك اللي في الشمس. الناس اللي كتسول على الهوشة برارك، لكن الملابس الداخلية الثمنة مناسبة. حنا غادي نمشيو باش نزيدو نصورو لكم مزيان الحجامات. هنايا الثمن مناسب، كلشي هنا الثمن مناسب اخوتي. شافو السلعة اللي دايرة هنايا شناهي. بالنسبة للبرارك كما كنقولو انا اي واحد يقول لي البرارك حيت هما بحال البريركاش كاينين كيتباعوا فيهم داكشي رخيص، يعني البيجامات رخاص داكشي رخيص. هانتوما كما كتشوفوا داكشي رخيص، تقدروا تلقاو 22 درهم 20 درهم، هنايا 17 درهم، يعني شي هنايا تلقى اي حاجه بثمن مناسب. الملابس الداخليه ديال الرجال هما غتلقاهم هنا في ثمنه مناسبه. الناس لكن اللي ما فحالهاش يعني تجي لهاد البلاصه هادي راه غتلقاو فيها ثمن مناسب على البلايص كاملين اللي كاينين في المغرب. هنا حنا غتقدم من سوق الليل كما كنقول، الناس اللي كيخافوا من سوق الليل غيجيو لهنا غيتقداو داكشي تمام. باش كتقدر يتقداو من سوق الليل ملابس الداخليه كاين المزيانين كاين العاديين كاع لي كاليتي كاين هنا. المهم هاد القصاريه اللي جايه لكم اللي صورناها لكم هيايا الملابس اللي احنا صورناها لكم. ومن اخوتي راه كاين بزاف، جيو شي صباح الناس اللي باغات توكل على الله، يعني خاصك تضرب تماره شي تويه المهدي لما لا شهاده لما لا شهاده، من الاحسن تجي وزور المكان باش توكل على الله. وهنايا اخوتي كتنتهي الجمله يا صحاب البرارك، كل ما يتعلق بالجمله كتنتهي في هذه البلاصه هذه. هنا اخوتي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله حنا غاديين باش غادي نمشيو لبلايص السبرديله بالجمله، باش كذلك تعرفوا البلاصه ديال الكوب، يعني الكوب في شي حاجه خطونا الاوريجينال. حنا غنقولوا بسم الله وغندوروا على الزنقه هذه باش نبداو نشوفوا المحلات اللي فيهم السمر ديالها السنباله ماشي الجمل. هادشي خوتي ما كيبيعوش بياسه ولا كيبيعو الجمل، يعني المحاله هوايا تاعي خاصك 1000 ريال. هذا كامل لهنا بالجملة صافط الكورة بسم الله بسم الله السنابي. السنبالة مهمنات يعني كاينين التواب بالجملة. شو الله كتشوف
اخوتي كنصور لكم الفيديوهات هذا باش نوصلوا لكم المعلومه اللي نتحداو بالجمله اي حاجه انتم هنا ملابس الاولاد شي حاجه صداع الراس يعني خبيز بينا صداع ديال تركيا ما هذا؟
المهم هذه قصاري السعيدي الباب الثاني ديالها اللي على الشارع، الباب الثاني ديالها اللي على الدق، اللي دخلتي من الشارع غتخرج من هذا الباب هذا غتلقى هذا الشيء. أكبر سوق اللي فيه الشارع ما تقلش شي بلاصة فيها عدد أثمنة وكاينين عدد الناس كاين معايا زينات تكاشك عندها زلاطين الجلاب الجملة فهمتو معايا زينات تكاشات جلالب الجملة بأثمنة مناسب بالنسبة للبلاصة هذا دارج على الله راه هو شيك فولار اللي غيبان ليكم شوف شيك فولار هي هذاك الشيء كامل اللي شفتو في الفيديوهات راه غادي تلقاو في هاد الدخلات هنايا في هاد الزناقي هادو بالنسبة للملابس الداخلية والتكاشات والجلالب راه غتلقاوهم في الفيديو بوحدو عاوتاني بالنسبة للملابس ديال هانتوما 120 درهم 60 درهم 50 درهم 40 درهم المحلات تحلقها بالجملة هنا يا مهم لو عنده فولارات بالجملة ويمر التليفون ديالو هي يا تبر 61 نكمل لكم النمرة 5 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
شبع صافي شبع الله يسلمك ولا راس الجوع. كيف يقولك شيء الجبيني؟ بسم الله. شونا يا عندو فوز فوطات بيجامات كل شيء كل شيء عندو. نتمنى تكون استمتعتوا بهذا السوق هذا اللي هو غريب الأطوار، فيه كل شيء. كراج علان راه كنعرفوا، بحثت وقلبت على فيديو اللي غيختصر لي المسافة بيني وبين الناس اللي كيوصوني. قلنا نديروا لكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش الدعوة مع الصديق المهدي صاحب هذا الفيديو هذا، لأن من المتتبعين ديالو كتلقاوه كيهتم بالأسواق التجارة. هذا هو اللي كنبغيو الإخوان، غير المهم تعمل الفائدة على الجميع. المهم الإخوان ما تنساوش لي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وما تنساوش تابوناو في القناة إن شاء الله باش نوسعوا هذه القناة اللي هي ديالنا.
كاملين. المهم وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر كلام، اجمل ختام، والصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.